السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنعطيكم تسريبات الاسئله اللي كتلقاوهم يوم امتحان. هذا الفيديو رقم 5. جميع الفيديوهات كنلقاهم دائما في رابط اسفل اي فيديو. نبداو على بركه الله. السؤال الاول: يمكن للتوقف في هذه محطه الوقوف؟ كيف كتلاحظوا معايا هنا كاين واحد البلاكه يعني خاصه غير بالشاحنات ماشي السيارات، يعني ما يمكنش ليا نتوقف هنا. الإجابة الصحيحة هي رقم 2. السؤال الثاني: يمكن لي نتوقف بين هاد زوج السيارات ويمكن لي نوقف بين هاد زوج السيارات؟ هنا كتلاحظوا معايا كاينه نتوقف وكاينه نوقف. نتوقف كنقصد بها غنحط السيارة وغادي نمشي في خطرة، غنخليها غنمشي للمنزل، غادي نمشي للعمل، يعني كنخليها مرة. أما الوقوف ولا نوقف كنقصد به مثلا نزل غير شي راكب ونكمل طريقي، كنبقى في سيارتي انايا. هذا هو الفرق بين نتوقف ونوقف. كيف كتلاحظوا معايا هنا باش نحط السياره ديالي على اليمين، دائما الى بغي نحط السياره هذه راه معروفه كنحطها على الجهه ديال اليمين، يعني كنكون انا السيارة مثلا غادي لقدام كنحطوها على اليمين، هذه باينه. كيف كتلاحظوا معايا عاوتاني هنايا هاد المكان هذا ما فيش ممر راجلين، وكاين واحد الخط هنايا بالبيض، يعني راه يمكن لك نتايا تركن السياره ديالك هنايا، يعني مسموح لك انك توقف وتوقف يعني بجوج. ممنوع التوقف يعني ما تحرش السياره ديالك وتمشي في خطره وتخليها، هذا هو التوقف ممنوع لك. اما الوقوف هو ملي كتنزل شي راكب وكتكمل الطريق ديالك، يعني كتبقى في السياره ديالك. اما اذا كان تروطوار مسبوغ كامل بالصفر هذاك يعني ممنوع لك التوقف وممنوع كذلك عليك الوقوف. بالنسبه للتروطوار اللي كيكون مسبوغ بالاحمر والابيض كتلقاو قواعد كيقول لك مسموح الوقوف اما التوقف ممنوع. عاوتاني كتلقاو بان التوقف ممنوع والوقوف كذلك هو ممنوع. انا غادي نوضح لكم الامور بكل بساطه. شوف، ما يبان لك تروطوار بالاحمر والابيض راه التوقف ممنوع، كتبغى غير الحاله ديال الوقوف، يعني واش غتنزل شي راكب وتكمل الطريق ديالك، يعني ما غاديش تعطل، هذه الحاله اللي بقات. الى ما كنتيش غادي تعرقل حركه السير فالوقوف مسموح به. الى كنت غتعرقل حركه السير فالوقوف غير مسموح به. كذلك الى كان تروطوار مسبوغ بالاحمر والابيض وقدامك ملتقى الطرق راه ممنوع لك عمرك تجي حتى لملتقى الطرق وتستاسوني على اليمين، يعني هي ممنوعه. دونك هنايا راه يمكن لي نوقف، نعم، ويمكن لي كذلك نتوقف. إجابة الصحاح رقم 1-3. سؤال 3: يمكن لي التوقف في هاد محطة الوقوف؟ نعم يمكن لك. علاش يمكن؟ حيت هنا كاين باركينغ، واحد البلاكة راه فيها الصورة ديال السيارة، يعني هاد المكان خاص محطة ديال السيارات، يمكن لك تتوقف. السؤال 4: التوقف على طول الرصيف ديال اليسر بالمجان بالخلاص. هنايا في اليسر كاين واحد البلاكه، هاد البلاكه هادي راه موقف السيارات راه بالفلوس بالخلاص، فما تبان لكم هاد البلاكه هادي، يعني الاجابه الصحيحه رقم 2. السؤال 5: يمكن لي نتوقف على طريق على جنب الطريق باضواء الوضع مشعولين بلا اضواء؟ هنا كاين الضبابه، واش توقف على الطريق؟ لا، ما يمكنش توقف انت في الطريق، الطريق راه كيدوز من السيارات. على جنب الطريق، نعم يمكن لك توقف على الجنب ديال الطريق باضواء الوضع مشعولين، نعم باضواء الوضع مشعولين حيت هنا كاينه الضبابه. بلا اضواء لا، يعني اجابه الصحاح هنا اجابه رقم 2 والاجابه رقم 3. هذا السؤال راه ديجا شفنا بحاله. السؤال 6: من بعد العلامة يمكن لي التوقف على طول الرصيف؟ من بعد العلامة
يمكن لي التوقف ماشي الوقوف. التوقف يعني كنحط السياره وكنمشي بحالتي نخليها، هذا هو التوقف. ما يمكنش لك هنايا التوقف بعد العلامه، ما تبان لكم هذه العلامه بعد منها ممنوع التوقف. لكن منين كنوصل لملتقى الطرق هذه العلامه كنهملوها. مثلا وصلت لملتقى الطرق، بعد من ملتقى الطرق ما لقيتي حتى شي علامه بحال هذه، راه يمكن لك توقف ويمكن لك الوقوف الا ما لقيتيش كذلك هذاك الرصيف ما مسبوغش بالصفار وما مسبوغش بالاحمر والبيض، يعني دير بحالو كاين ما مسبوغش كاع، راه يمكن لك توقف وكذلك توقف الى وصلنا لملتقى الطرق. يعني من ملتقى الطرق وبعد منه راه هاد العلامه كتلغى، يعني هاد العلامه كتلغى عند ملتقى الطرق، عقلوا عليها مزيان. يعني الاجابه الصحيحه هنا رقم 2. السؤال 7، في هذا المكان يمكن لي التوقف على طول الرصيف دقائق قليله. الا ما يمكنش لك بالنسبه للتروطوار اللي كيكون مسبوغ بالاحمر وبالبيض، كيقول لك ممنوع التوقف ولكن الوقوف مسموح به. التوقف مسموح به الا ما كنتيش غادي تعرقل حركه السير. هنا الا لاحظتوا معايا راه كاين ملتقى الطرق، دائما الا لقيتي التروطوار مصوب بالحمر او بالبيض وكاين ملتقى الطرق راه غير مسموح لك انك توقف، يعني توقف غير تنزل شي راكب وتكمل الطريق. اما بالنسبه للتوقف راه ممنوع في جميع الحالات، التوقف ممنوع. بان لك الرصيف مسبوغ بالاحمر والبيض فالتوقف ممنوع، كيبقى غير الحاله ديال الوقوف. الحاله ديال الوقوف اللي ما كنتيش غادي تعرقل حركه السير مسموح لك. اونفو هنايا كاين ملتقى الطرق راه ما مسموحش لك، حيت هاد الناس اللي جايين من هنايا كتحجب عليهم الرؤيه نتايا، وحتى هادوك الاشخاص اللي جايين من الخلف ديالك كتحجب عليهم الرؤيه على الناس اللي جايين من ملتقى الطرق مثلا هنايا على اليمن. هنا في هذا المكان يمكن لي التوقف، التوقف في جميع الحالات ممنوع، اذا لا. بينما هنايا يمكن لي نوقف باش ننزل الركاب اللي معايا، كذلك ممنوع. كتقوم بعرقله حركه السير، وهنا كاين واحد الملتقى طرق وكيف شرحت لكم الحاله ديالها دابا. إجابة الصحاح هنايا 2 و4. السؤال 8، هاد العربه متوقفه في وضعيه مناسبه؟ لا، حيت جاتك هنا امام واحد الملتقى الطرق. مثلا نفترض ان جاي شي شخص من هنايا راه كتحجب عليه الرؤيه. كذلك هنا كاين واحد الخط متصل، يمكننا نقول هنا كاين جوج حالات باينين باش نقولوا بان العربه غير متوقفه في وضعيه مناسبه. كاين ملتقى الطرق وكاين هذا الخط المتصل اللي تعداته. يعني هنا الاجابه الصحيحه هي رقم 2. السؤال 9، على طول هذا الشارع يمكن لي التوقف على اليمين اليسار. التوقف بالاداء بالمجان. على طول هذا الشارع يمكن لي التوقف على اليمين، ديما كنشد اليمين وكنوقف على اليمين. هنا ما كاينش شي بلاكه فيها انك خاصك تخلص شي باركينغ ديال الخلاص، يعني التوقف راه بالمجان. إجابة الصحاح رقم 1 و4، ديما كتوقف على اليمين، عمرك تمشي الجهة ديال اليسار. إلا بغيتي تكون في الجهة ديال اليسار توقف فيها راه خاصك تكون جاي من الإتجاه المعاكس. السؤال 10، يمكن لي نتوقف قدام هاد السيارة الحمراء؟ ممنوع لك التوقف هنايا حيت كاين ملتقى الطرق، كذلك تروطوار مسبوغ بالأحمر أو بالأبيض. السؤال 11، يمكن لي نتوقف على الجنب ديال اليمين الآن مباشرة بعد المنعرج؟ يمكن لك توقف على الجنب ديال اليمين دابا، دابا توقف ماشي بعد المنعرج. الاجابه الصحيحه هي رقم 1. السؤال 12، من بعد هاد العلامه يمكن لي نوقف نتوقف؟ هاد العلامه شوف من بعدها ممنوع لك التوقف وممنوع لك الوقوف. دائما الى لقيتو هاد العلامه في هاد الكروه هادي راه ممنوع لك توقف وممنوع لك توقف. يعني إجابة الصح هي 2 و4. السؤال 13، هاد العلامة كتمنع التوقف على الطريق على جنب الطريق. هاد العلامة راه كتمنع التوقف على الطريق وعلى جنب الطريق بجوج، عقلوا عليهم مزيان. إجابة الصح رقم 1 رقم 3. السؤال 14، في هاد طريق السيار وفي هاد المكان يمكن لي نوقف باش نرتاح في حالة استعجالية؟ دائما
الطريق السيار راه ممنوع لك التوقف، كاينين اماكن اللي خاصه ديال التوقف ولكن في حاله استعجاليه، ماشي جيتي نتايا بغيتي غير ترتاح فقط، غير في حالات اللي هم استعجالين ضروري خصك توقف. يعني الاجابه الصحيحه هنا رقم 2 ورقم 3. السؤال 15، محرك ديال السياره ديالي توقف. محرك ديال السياره توقف، واش نوقف على اليسار؟ نوقف على شريط الوقوف الاستعجالي، نشعل اضواء النجده. دائما محرك وقف في هذه الحاله راه خصك توقف على شريط الوقوف الاستعجالي، دي اول حاجه. وثاني حاجه خصك تشغل اضواء النجده. الاجابه الصحيحه هنا اجابه رقم 2 والاجابه رقم 3. السؤال 16، هذا المكان يمكن لي نقوم بانزال الراكبين اللي معايا؟ لا، علاش؟ لان هذا المكان خاص بالحافلات. نوقف دقائق قليله؟ لا، هذا المكان كاينه بلاكه، بلاصه خاصه غير بالحافلات. اذا الاجابه الصحيحه رقم 2 رقم 4. السؤال 17، باش ننزل الركاب اللي معايا يمكن لي نوقف قبل العلامه؟ ممكن، حيت هذه العلامه شنو كتقول لك؟ كتقول لك ممنوع التوقف وليس الوقوف، ممنوع التوقف من بعد العلامه، اما قبل العلامه قبل منها راه مسموح لك. يعني هنايا قبل العلامه يمكن لي نوقف؟ نعم، بعد العلامه يمكن لي نوقف؟ نعم يمكن لك توقف، حيت هذه العلامه راه ممنوع التوقف وليس الوقوف. اجابه صح رقم 1 رقم 3. السؤال 18، يمكن لي نقوم بالتوقف على طول الرصيف قبل هذه العلامه؟ الا لاحظتوا معايا قلت لكم التوقف قبل هذه العلامه مسموح، ولكن هنا راه كاين تروطوار فيه الاحمر. هنا اون فوا كيبان لي ان هذا التروطوار مصبوغ فيه الاحمر والبيض غير نهنيو راسنا وممنوع التوقف. اجابه صح رقم 2 4. السؤال 19، يمكن لي التوقف بين هاد زوج السيارات الزرق، يعني توقف فوق الممر الراجلين، ممنوع منعا كليا التوقف فوق ممر الراجلين، عقلوا عليها. الإجابة الصحيحة رقم 2. السؤال 20، أنا متوقف في مكان مناسب. لا، أنت راكين في الشانطي، يعني راه غير متوقف في مكان مناسب. السؤال 21، يمكن لي التوقف على طول الرصيف ديال اليمن ديال اليسار؟ ديال اليمن راكين تروطوار فيه الأحمر والبيض، الا بالنسبه لليسار راه مسموح لك انك توقف فيه. وعلاش ديال اليسار مسموح لك توقف فيه؟ لان هاد الطريق غير كدي فقط وما كتجيبش. كيف كتشوفوا معايا في هاد العلامه، العلامه راه كتقول لك بان هاد الطريق غير كدي. سؤال 22، هاد السياره في وضعيه مناسبه للتوقف؟ لا، علاش؟ لانها تعدات الخط المتصل، ما خصهاش تفوت هذاك الخط اللي متصل. اذا الاجابه الصحيحه هي رقم 2. السؤال 23، يمكن لي نتوقف على اليمن على الجنب ديال الطريق؟ نعم، يعني على اليمن الجنب ديال الطريق. على الطريق لا، ممنوع لك توقف على الطريق، يعني على الجنب ديال الطريق راه هذه راه باينه، على الطريق لا. اجابه الصحيح 1 4. السؤال 24، من بعد هذه العلامه يمكن لي نتوقف على جنب الطريق ديال اليمين على جنب الطريق ديال اليسار؟ ما مسموحش بالتوقف لا على اليمين ولا على اليسار. من بعد هاد العلامه راه ممنوع عليك توقف بعد منها على اليمين، وكذلك ممنوع عليك توقف على الجنب ديال اليسار، حيت كاين اتجاه معاكس. يعني الاجابه الصحيحه هي رقم 3، ما مسموحش بالتوقف لا على اليمين ولا على اليسار. السؤال 25، من الواجب علي نكون على اليمين ديال هذا الخط هذا اللي كيبان لكم باش نكمل السير باش نتوقف. هنا هذا الممر اللي على اليمين راه خاص بالدراجات، اذا باش نكمل السير قدام عمرك تشد اليمين ديال الدراجات، كمل غير في الطريق ديالك. وباش توقف الا يعني ما مسموحش لك، حيت هذا الممر خاص بالدراجات. السؤال 26، يمكن لي التوقف على الجنب اليمين ديال الطريق مباشره من بعد راس العقبه؟ دائما اذا كان شي عقبه عمرك مباشره بعد منها توقف، لا،
دائما كنخليو 60 متر قبل العقبه الى بغيت نوقف و 60 متر بعد العقبه الى بغيت نوقف. يعني فما تسمع مباشره بعد العقبه خصني نوقف راه ما كايناش، هذه اجابه خاطئه. السؤال 27، يمكن لي نتوقف قبل هذه العلامه؟ هذه العلامه سيدي بلا ما غنتكلموا على هذا السهم اللي هنايا، العلامه كتقولك ممنوع التوقف بعد العلامه، ولكن الى لقينا السهم نازل تحت راه ممنوع التوقف قبل العلامه. الى لقينا السهم الفوق والتحت ممنوع التوقف قبل العلامه وبعد العلامه، يعني السهم كيشوف التحت راه ممنوع التوقف قبل العلامه، يعني يمكن لي نتوقف قبل هذه العلامه الا بعد العلامه نعم، لان هذا السهم قلنا كيشوف لتحت راه ممنوع التوقف قبل العلامه، بعد العلامه مسموح به. الا لقيناش السهم الفوق والتحت راه ممنوع التوقف قبل العلامه وبعد العلامه. الا شفنا غير السهم الفوق بوحدو راه ممنوع التوقف بعد العلامه، ما لقيناش السهم ما كاينين لا اسهم لا والو، لقينا غير هاد البلاكه بوحدها راه ممنوع التوقف بعد العلامه. سؤال 28، هاد الشاحنه واقفه بالشكل الصحيح؟ راه باينه ما واقفاش بالشكل الصحيح، راه الروايد ديالها داخلين في الشانطي. بكل بساطه يعني لا، اجابه رقم 2 هي الاجابه الصحيحه. سؤال 29، على طول الرصيف ديال اليمن التوقف ممنوع مسموح به بالخلاص؟ التوقف على طول الرصيف ديال اليمن راه مسموح به، نعم مسموح بالخلاص. كيف كتلاحظوا معايا هنايا هاد البلاكة ديال الأداء، يعني راه بالخلاص. الإجابة الصحيحة رقم 2 و3. سؤال 30، وقع لي عطف في طريق السيارة، أنا في وضعية مناسبة نشعل أضواء النجدة. هنا طريق السيارة هو الطريق السريع، وضعية مناسبة نعم، حيت أنت راك شاد اليمن ديالك وخاصك تشعل أضواء النجدة، يعني إجابة الصحيحة راه رقم 1 رقم 3.